بعد حوالي مية يوم من الحصار والخوف والدمار على غزة كلام الله عز وجل هو اللي بواسينا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصرك يا الله اللي وعدتنا فيه؟ فبيجي الرد اللي بتطمئن له القلوب، ألا إن نصر الله قريب. وهذا اللي احنا متيقنين فيه انه ان شاء الله ربنا حينصرنا ومش حيسيبنا باذن الله والسلام عليكم